It's a cruel and random world, but the chaos is also beautiful. أحلى فوضى ابتكرت مجموعة من المهرجانات يلي جذبت عدد كبير من الناس يلي ما كانوا معودين من قبل على هالخلطة الثقافية والتراثية، والبداية كانت من شارع الحمرة يلي له رمز مهم وقريب على قلب إيمان عساف. عملنا أول فستيفال بال 2014 وسميناه حمرة Got Talents. I approached the universities قلت لهم بليز إذا عندكم musicians إذا عندكم singers artists let them يجوا على الشارع ويعملوا بهجة بالشارع. I have a vision براسي كيف لازم يكون شارع الحمرة وكل شوارع لبنان إن الله راد. الفكرة براسي إنه لما تمشي بالشارع يكون عندك artwork على canvas الحيطان like big canvas. الرامس يكونوا منظمين مرتبين حتى الشخص اللي عنده special need يكون عنده access. وحتى عملت دراسة وقدمتها للبلدية مع الأيوبية حتى تكون more accessible, more environment friendly وmore cultural and artistic. We received funds وكمان من الناس من الأول ناس عم يتبرعوا بوكس عم يتبرعوا تياب عم خلطة من كل شيء لنداين و I hope we're gonna داين كتير لأنه عن جد الناس اللي عم بيساعدونا والناس نحن عم نساعد كتير كتير مهم لإنهم هيدا الشيء.2015 كانت موجة الثلج الكتير قوية اللي في كتير ناس بالمخيمات ماتوا. فعملنا our first major humanitarian mission عبينا كاميون مساعدات من ناس بعرفها وما بعرفها وطلعنا على مخيم حد الحدود السورية. أكيد كانت موجعة but it made me very determined إنه لازم نساعد قد ما فينا. ارتبط اسم أحلى فوضى بالفن، التراث، الموسيقى، الرقص وكل المواضيع الثقافية يلي بحاجة لقلة لبنان وكلها جسدت بأحد أهم وأنجح المهرجانات يلي صارت بال2017 وبعلي بالتحديد. In 2017 ثائبت إنه رمضان جاي بشهر أيار فكرت بعلي، جبنا 15 أرتست من لندن و15 أرتست من لبنان تركنا لهم ذكريات ما حينسوها بحياتهم. مع وصول جائحة كورونا للبنان ببداية 2020 كان من الضروري الإسراع بالعمل إن كان من خلال تأمين الأجهزة اللازمة أو التخفيف من وجع الناس من خلال الموسيقى. فكرت كيف فيني approach the hospitals وما فوت على المستشفى وأعطيهم الجو. رحنا بالوينش، الميوزيشنز واقفين على الوينش، الساوند سيستم بالوينش. وحطينا الونش ليفل بوجه الطابق الثالث وبلشت جوي وأوليفر معروف يدقوا الموسيقى ويغنوا. It was one of the most moving, emotional project that we ever did. يمكن أكبر تحدي بالنسبة لأحلى فوضى كان انفجار المرفأ بأربعة آب 2020. It was the saddest day for Lebanon, مش لألي، للبنان كله. ما كان في وقت نفكر أو نغرق بالدبريشن. It was time for action.
هيدا بيته تهدم يلا خلينا نروح نصلحه. I had a contractor ready to do the job. هيدول بحاجة لبيت لأنه راح بيتهم أمنالهم بيت. هيدول شو ما هيدول needed kid therapy أمنالهم therapy. It was just action, no planning. It's an honor to be partnering with a known NGO in Lebanon like Ahla Fawda that has a nationwide footprint from helping children after the explosion to working and giving out food to a lot of the people in need across the country. So for us, it was a win-win situation, especially after with the pandemic, we opted to even support for a COVID grant. And this grant is something we are very proud of, from distributing PPE masks and you know, medical support to rural communities and poor communities across the country, but also the civil defense, which is in dire need of support, especially after the devastation of the explosion. We are also offering medical equipment and supplies to the needed hospitals, public and private hospitals, and this is just the beginning of the partnership together. أحلى فوضى صار لها تقريباً 10 سنين بخدمة المجتمع. تعلمنا كتير. أهم شيء تعلمناه إنه بخدمة المجتمع لازم كمان نعطيه مسؤولية بالنسبة للخدمات اللي عم نقدمها. يعني it's a give and receive situation. أما بيصيروا المجتمع dependent وهذا كتير خطر. فحعملنا two initiatives. أول واحد هو give and receive اللي بيعطونا the recyclables مقابل our services. وتاني project عملناه هو positive plastic اللي منعلمهم how to turn trash into products. وهلا وصلنا للإيكو هاب اللي هو أهم مشروع اللي هو the full circle of all the work that we do. The Eco Hub is أحلى فوضى and partners community center. It's a full circle operation that will teach the community about environment. It will provide them with services and it will empower them with skills. Together we can move forward and make a difference. نحن بأحلى فوضى آخر 10 سنين تعلمنا إنه ما في مشروع بيمشي بلا شراكة. كرمال هيك نحن اليوم بالإيكو هاب بنص بيروت بالشراكة مع NGOs وبزنسز بهدف تطوير المجتمع والتنمية المستدامة. الفكرة من الإيكو هاب إنه نجمع كل الانشيتيفز والإفورتس اللي قاموا فيهم أحلى فوضى بآخر 10 سنين ونوصل لمرحلة وين يكون عندنا مشروع بيمول حاله بذات الوقت بيكون عم بيفيد المجتمع والبيئة. The main message behind Ahla Fawda is to raise awareness with the local community about single-use plastic. We're trying to change the mindset of the community to stop them using single-use plastic, and they can also bring their waste plastic to us, which we can turn into recycled, usable products. What makes Ahla Fawda special to me is the ability that this NGO has to adapt to all the needs of the community. I decided to work with Ahla Fawda because really I realized that it's one of the most serious ONG that there is in the world, I can say. بالنسبة لي أحلى فوضى هي عمر وعلمتني الاستمرارية بالعطاء. I love how Ahla Fawda empowers individuals into becoming real actors of change. I've been with Ahla Fawda for 10 years now. Ahla Fawda to me is an NGO that is full of transparency. Ahla Fawda is the perfect place to implement an idea and make about a meaningful change. اللي بيميز أحلى فوضى هي الأشخاص اللي فيها اللي دايماً عندهم نية ليعطوا أمل للأشخاص اللي بيجوا لعندهم ويزرعوا فرح بقلوبهم ويخليهم يحسوا إنه في استمرارية ويسقفوهم إنه الحل بإيدهم ويقدروا يقفوا على إجريهم. ما في رسالة معينة لأحلى فوضى. رسالة أحلى فوضى هي احتياجات المجتمع، البيئة، الإنسانية، الثقافة. أحلى فوضى مهمتها إنه تترك بصمة بكل شيء بتعمله. وهذا واجبنا.